السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس؟ اتمنى تكونوا بخير وعلى خير وباحوال جيده وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم طاجين تقليدي على الفاخر بالحم الغنمي والتفاح ومطيشه معسله. بقاو معايا نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. اول حاجه كناخذ وعاء وندعو فيه ملعقه صغيره نتاع الخرقوم ونصف ملعقه سكينجبير والبزار. وشويه نتاع الملح، واذا كان عندكم الزعفران الحر ضيفوه، الا ما كانش ماشي مشكل. كنضيفوا ثلاثه الفصوص نتاع الثوم محكوكين، شويه القزبر والمعدنوس. وثلاثة المعالق كبار نتاع الماء غير باش نخلطوا الشرموله. كناخذوا قطع اللحم ونشرملوها مزيان، والكميه كتبقى على حسب افراد الاسره. كنوضعوا اللحم ديالنا في الطاجين كنضيفوا له حبه كبيره نتاع البصله الحمراء مشلضه. وشوية زيت الزيتون تقريبا ثلاثة المعالق كبار، ما نكتروش الزيت حيت اللحم عندنا ميدم. وكنضيفو الشرمولة اللي بقات لنا من الفوق. باش نشعلو الفاخر بسهولة كناخدو كلينيكس ونعمروه مزيان بالزيت، نشعلوه ونوضعوه تحت الفاخر. كنوضعو الطاجين ديالنا فوق المجمر ونخليوه يتقلى مزيان. من بعد ما تقلى اللحم مزيان كنضيفو جوج حبات كبار نتاع البصله البيضاء مقطعه شرائح رقيقه. من بعد ما ضفنا البصله
كنغطيو عليه. ملي نحسو ان البصله تلقات الماء ديالها كنبقاو ناخذو المرق ونوضعو فوق البصله. الاخير نوضع شويه ديال المعدنوس والقزبر من الفوق ونخليه يغلي حتى يطيب اللحم وندوقوا المرق. الى خاصنا شويه ديال الملحه نضيفوا شويه. كنمشيو باش نحضروا التفاح مع السل. كناخذوا وعاء ونضعوا فيه ماء بارد وعصير الحامض. من بعد كناخذوا التفاح ونقطعوا له الراس ديالو وكنخويوه من الوسط ديالو بملعقة أو سكين. وكنستمر حتى ننتهيو من الكميه اللي عندنا ونوضعوها في الماء الحامض. كناخذو كسرونه ونوضعو فيها كاس نتاع سميده وكاس نتاع الماء وعود نتاع القرفه وشويه عصير الحامض. كنوضعوه فوق البوطة ونخليه يغلي تقريبا 10 دقائق. من بعد كنوضعو التفاح ونخليه يطيب وبنفس الوقت كيتعسل. ومنين يطيب لينا نقلبوه باش يتعسل مزيان. عندنا 5 الحبات نتاع مطيشة كنقيهم نحيدولهم الزريعة ونطحنوهم. كنوضعو مطيشة في كسرونة ونضيفو لها رشة نتاع الملح وعويدات القرفة. وشوية نتاع الزبدة ونخليو مطيشة تغلي مزيان حتى ما يبقاش الماء ديالها. من بعد كنضيفو لها 4 المعالق كبار نتاع سنيدة ونخليوها حتى تتعسل. في الأخير كنضيفو ملعقة كبيرة نتاع زيت الزيتون شوية عصير الحامض ونخليوها تتعسل حتى ما يبقاش الماء فيها. من بعد ما تعسلات لينا مطيشة والتفاح كناخدو مطيشة ونعمرو بها التفاح. في الأخير كنرشب شوية زنجلان. في الأخير هذا هو الشكل نتاع الطاجين من طابلينا. وكنزينو بالتفاح ومطيشة وبيض السمان والتزيين كيبقى اختياري. وبألف صحة وراحة.